أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: هل تأخير صلاة الجمعة وأيهما أفضل، التبكير للخطيب أم التأخر في الصلاة والخطبة، والضابط في ذلك؟ صلاة الجمعة تبدأ إذا زالت الشمس، وينبغي للخطيب أن يبادر لئلا يشق على الناس في الانتظار. إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر فإن الخطيب يدخل للخطبتين والصلاة، ولا يشق على الناس في الانتظار والتأخر. نعم.